جيت لكم واحد الشقة اللي كتواجد منطقة صدر حال الشاطئ، شوكة دو فاس، الميتراج ديالها 73 متر، ثمن 52 مليون قابلة النقاش. على بركة الله غادي نبداو من السطح كما كتشوفوا معايا، تقريبا بعيدة بشي 10 دقائق على رجليك البحر. انا نوريكم السطح كيفاش داير، نوريكم لوندغوا كيفاش دايره. بعدا كاين هاد لوندغوا زوينه ونقيه، قريبه لجميع المرافق العموميه، حداك الطبيعه، حداك كل شيء كما كتشوفوا معايا. راه وريتكم لاكسي للبحر، بعيده تقريبا مشي 10 دقائق على رجليك للبحر. غادي ننزلوا دابا من السطح، غادي نمشيو لابارتمون ديريكت كما كتشوفوا معايا. ديت لكم من السطح باش تعرفوا الشقة كيفاش دايرة. هذا هو لونطخي ديال الشقة، 73 متر، ثمن 52 مليون قابلة النقاش. جات شوكة دو فاس. عن لونطخي كاين تبارك الله الصالون اللي هو هذا، الشقة راه فيها 3 شومبر، دو سال دو بان، كويزين وصالون، ثمن 52 قابلة للنقاش. تخوازام ايطاج اللي باقا ديسبونيبل حاليا. الشوكة هذا هو الصالون كما كتشوفوا معايا، عندك لاكسي للبحر، قريبة تقريبا مش 10 دقايق على رجليك البحر. جات شوكة دو فاس، نتمنى تكون في النصيب ديال شي حد ان شاء الله. غادي نخرجوا من الصالون، غادي نمشيو لا سال دو بان. الكحل الابيض هو لا كلاس كما كتشوفوا معايا، هذا هو لا سال دو بان. نخرجوا من لا سال دو بان، غادي نمشيو لا شومبر بارونتال اللي تاهي فيها لا سال دو بان ديالها والبلاكار. تبارك الله الديزاين اللي دارت السيد، تبارك الله رائع. هذه لا شومبر بارونتال، غادي ندخل لا سال دو بان ديالها اللي فيها الشرجم. هذه لا سال دو بان، حمام بارونتال، وهذا تبارك الله اللي بيبان العود كما قلت لكم البيض والكحل هو لا كلاس. نخرج من لا سال دو بان، غادي نشوفو لا شومبر اللي جات شوكة فيها دو فاس كما كتشوفو معايا. نخرج للباركون، راه قلت ليكم شوكة، عندك لافي ديال البحر، تقريبا بعيدة على البحر بشي 10 دقايق على رجليك. نرجعو لا شومبر بارونتال، غادي نمشيو ديريكت لا دوزيام شومبر اللي جات قريبة لا شومبر بارونتال، هي هادي ديال الوليدات، الناس اللي عندهم وليدات صغار. هاي شومبر قريبة لا شومبر بارونتال، هادي باقا ديسبونيبل في تخوازيام ايطاج. trois chambres, deux salles de bain, cuisine ou salon. ثمن 52 قابلة النقاش. ندورو نشوفو، شوفو مزيان، شوفو. خرجو من لا شومبر دوزيام شومبر، غادي نمشيو لا كويزين ايكيبي. تبارك الله بارك، معنا مشمشة نهار كامل، عندك شمس صباح وعشية. جات شوكة مهوية قريبة للبحر، تقريبا 10 دقايق على رجليك، راه شو لاكسي للبحر. والله يسخر الجميع ان شاء الله. يلا شومبر الكويزين، نخرجوا من لاكويزين، غادي نمشيو لا شومبر الثالثة ديال الوليدات، هي اللي فيها البلاكار ديالها او البالكون.
تبارك الله الصلاة رائعة جدا كما تشوف معايا. عندك الباص بالكونة، راه كاين لاكسي للبحر، طريق مسرحة، ناس زوينين. نتمنى تنال الإعجاب ديالكم هاد الشقة. مرحبا بكم عندنا منطقة سدرحة الشاطئ، الله يسخر لكم والله يسهل على الجميع. شكرا على المشاهدة، مرحبا بكم منطقة سدرحة الشاطئ.